الحقيقه قبل ما نبدا كلامنا عن النادي الاهلي وعن تفاصيل اللي بيحصل في المغرب، عايز ابدا كلامي مع حضراتكم النهارده بحاجه مهمه جدا. الى متى سيظل اهانه الرموز شيء عادي وهو بيصدر دائما من شخص واحد فقط؟ يعني شخص واحد فقط بيهين رموزنا والناس كلها محدش بيتكلم ولا حد بيفتح بقه في هذا الامر. الحقيقه النهارده أنا حبيت أفتح الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا. إحنا هنا في النادي الأهلي بنتمسك بأمور أعتقد إن هي أمور طبيعية، إن أنا بحافظ على إن أنا لما أجي أتكلم مع كابتن هاني رمزي ما ينفعش أقول له إهاني. أنا إسلام، أنا أقل من الكابتن هاني في حاجات كتيرة جدا في كرة القدم يعني. فبقول للكابتن هاني لما أجي أتكلم معاه بقول له يا كابتن هاني، ما ينفعش أقول له إزيك يا هاني رمزي. مفيش حاجة اسمها كده. تخيل حضرتك ان احنا لما نيجي نتكلم على رموز النادي الاهلي بنتكلم ازاي، او كيف يجب ان احنا نتكلم على رموز النادي الاهلي. وهنا كل بقالنا يومين رموز النادي الاهلي او احد رموز النادي الاهلي الكبيره جدا الفريق عبد المحسن مرتجي بيتم اهانته على احدى الشاشات ومحدش يعني مفيش اي رد فعل. حقيقة ما هو ده للاسف يعني حتى الله يرحمه طبعا طبعا يعني طبعا. بص يا كابتن اسلام، زي احنا بنتكلم دايما وبنقول ان احنا عندنا مبادئ وعندنا وعندنا وعندنا، يعني اللي عايز يغلط في رموزه هو يغلط، ملناش علاقه ملناش علاقه، ولكن لانه غلط برضه يا كابتن هاني، غلط غلط اكيد. يعني الرموز بالنسبه لنا يعني ايه رمز؟ يعني خلينا نتكلم يعني ايه رمز. يعني في شخصيه مؤثره، شخصيه ايجابيه كلنا بنبص ليها كمثل اعلى، عمل مشوار تاريخي بالنسبه لاي مجال بيشتغل فيه وبقى رمز من الرمز حقيقي. فالنقطه بنتكلم عليها اهانه الرمز ايا كانت هذه الرمز، حتى على المستوى الرياضي على المستوى الثقافي، ده خلينا نقول ده هيدي ايه للاجيال اللي طالعه، هيدي ايه للناس اللي بتتفرج والناس الكلمه اللي بتخش البيوت، يعني ايه المردود، يعني ايه المردود بتاعه. فخلينا نتكلم بكل امانه، زي ما بتتكلم هو شخص واحد هو اللي يهن رموزنا دي ورموز النادي الاهلي، ولكن احنا هنتوقف عند دي لان ده حاجه تخص النادي الاهلي الحقيقه يعني. ولما تيجي تمس النادي الاهلي في رمز من رموزه لازم كلنا نقف ولازم كلنا نتكلم، زي ما انت قلت محدش بيتكلم محدش بيعلق، لكن احنا من واجبنا هنا ان احنا بندافع عن رموزنا زي بندافع على مبادئنا، اللي بعض الناس بتشوف هذه المبادئ خلاص راح المبادئ دي راحت عليها، ولكن كل يوم النادي الاهلي بيثبت ان هذه المبادئ المتربيين عليها هي الباقية وهي الطريق الصحيح، مهما كان ضغط السوشيال ميديا، مهما كان الكلام اللي بيتقال، النادي الأهلي ماشي في مساره الطبيعي المتربيين عليه منذ يعني من 1907. وخلي بال حضرتك انت هنا لما بتيجي تتكلم عن أحد الشخصيات الرموز الأهلوية، ولكن هو في الأساس رمز وطني صحيح للبلد كلها صحيح. ورمز وطني ضحى في سبيل بلده. فالحقيقة أنا بستغرب جدا جدا من اللي بيحصل، لأنه في النهاية طب أنت عايز تعلم الناس إيه؟ أيوة عايز إيه الفكرة؟ إيه؟ أنت عايز توصل إيه لما تغلط في هذه الرموز؟ إيه الفكرة؟ ولا يعني هو أنت فاكر لما تقول كده الناس هتتعاطف معاك؟ بالعكس، الناس خلاص يعني زي ما بيقول فاضل كيل بشكل كبير جدا، الناس خلاص صدقني في أنا عن نفسي أصحابي لما بيتفرجوا أو بيسمعوا الكلام ده بيضحكوا، يعني وصلت لنوع من أنواع الضحك، ولكن في خطوره في الموقف ده، في خطوط حمراء كمان. طبعا في خطوره كبيره جدا جدا ان التمادي في الـ يعني في اللي بيحصل، في اللي بيحصل اعتقد كلنا مش راضيين عنه، ولكن خلاص يعني لو بتتكلم لا احنا بنقف، قناه النادي الاهلي بتقف، ولاد النادي الاهلي بيقفوا، واعتقاد الشخص ان الاهلي ماشي في طريقه، اي حد هيتكلم عن رموزنا لازم هنرد، وهنرد برضه هنرد بطريقتنا بالظبط بطريقتنا بالزبط. الحقيقه الفريق مرتجي اهلاوي ملهم لينا كلنا، اتعلمنا منه معاني كبيره جدا في اخلاص وحب الوطن من ناحيه، ومن ناحيه تانية اتعلمنا منه كمان يعني ايه النادي الاهلي يا كابتن هاني، وان الاهلي دائما يظل فوق الجميع. النهارده فوق جميع ابنائه طبعا وكالعاده. النهارده المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي كتب كلمتين على السوشيال ميديا النهارده، الحقيقه برضو لو سمحتوا يا شباب حطوها لنا علشان نقراها لحضراتكم.
استاذ خالد مرتجي اهو، نداء الى المؤسسه العسكريه المحترمه، اتمنى وقفه سريعه كعهدنا بكم ضد الشخصيه الغير مسؤوله التي اهانت احد ابنائها الشرفاء من رموز الجيش الوطنيين الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي رحمه الله عليه. الحقيقه مهم جدا 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 ايضا ان احنا نتكلم عن، لما تيجي نتكلم عن الفريق مرتجي بنتكلم عن حدث ولا حرج، يعني انت بتتكلم رجل الحرب ورجل كرة القدم، يعني لما تيجي تتكلم انا عارف ان ما ينفعش نقول حرب وكرة قدم، ولكن رجل ناجح في كل المجالات في الناحية، رجل وطني على مستوى الوطنية، على مستوى خدمته البلد وخدمته لجيشه وبعد كده خدمته للنادي الاهلي، فانت بتتكلم على رمز كبير جدا ما لا يخص النادي الاهلي فقط. صحيح. حتى يعني المهندس خالد بيقول هذا يمس كمان المؤسسه الوطنيه في الجيش ويمس كمان سمعه، يعني احنا بنتكلم يا جماعه، وبعدين هو كلام في الهواء، يعني اي كلام بيتقال، يعني حتى ايه دوره؟ قال لك 67 ومش يعني كلام حاجات يعني كده يعني حاجات بتطلع كده يعني بدون ثوابت وبدون اسباب، ولكن للاسف بتسيء كمان بتسيء لسمعتنا وبتسيء لسمعه الرياضه لما بيطلع الكلام ده من هذا الشخص كل يوم كل يوم كل يوم، وبالتالي يعني الامور بقت سيئه جدا جدا. وطبعا احنا كاولاد النادي فخورين برموزنا، فخورين طبعا بكل رؤساء الانديه اللي مرت على مستوى النادي الاهلي وغير رؤساء الانديه اللي خدموا النادي الاهلي، وهذه الشخصيه طبعا شخصيه وطنيه بالدرجه الاولى وعلى مستوى النادي الاهلي يعني. والمهندس خالد مرتجي كمان من الشخصيات المحترمه جدا 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 الحقيقة. وانه يطلع ويقول دوت ده يعني بناء انه فعلا الواحد ما بقاش عارف ايه الفكره. وجعته طبعا طبعا يعني طبعا قبل كده على فكره دكتور محمد سراج نفس الموضوع الكلام بالظبط، وطلعنا واتكلمنا برضو نفس الكلام ده تقريبا هنا على الشاشه بس يعني وبعدين ايه الفكره في ان احنا يعني لما ما حد بيتكلم عليك انت شخصيا ماشي بتقول خلاص مفيش مشكله الناس فاهمه، لكن انت بتتكلم على رموز كبيره جدا ورموز وطنيه كبيره جدا جدا خدمت بلدها وخدمت ناديها. صحيح. بعيدا عن صحيح. اي شيء طبيعي، يعني انت عارف عليك الفريق مرتجي تولى رئاسه النادي الاهلي على فترتين، الاولى كانت من 65 الى 67 والفتره الثانيه من 72 الى 80. الفترة الأولى كانت تكليف رسمي من الرئيس جمال عبد الناصر. صحيح. وقرار من المشير عبد الحكيم عامر، يعني حاجة يعني ما فيش أحسن من كده. ما ده بتدل إن دي قيمة وطنية كبيرة جدا، ما بتتكلمش على يعني شخصية هامشية، بتتكلم على قيمة وطنية كبيرة جدا على طبعًا. مستوى على المستوى الوطني وعلى مستوى تمام خدمته للنادي الأهلي. والفترة الثانية من 8 نوفمبر ل 72 حتى 12 ديسمبر 80 كانت بالانتخاب يعني، وهي الفترة اللي شهدت تحقيق نجاحات وطفرات كبيرة جدا على جميع المستويات. الحقيقة فريق مرتجي له يعني أصول كبيرة جدا جدا داخل النادي الأهلي وحب كبير جدا جدا داخل الجمعية العمومية في النادي الأهلي، وبالتالي سيظل دائما رمز لكل الأهلاوية ورمز لكل المصريين الفريق مرتجي. كمان الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان النهاردة كابتن هاني له تعليق أيضا فيما يخص هذا الأمر برضو على السوشيال ميديا، والحقيقة حتى وانت بتشوف التعليق الاستاذ خالد مرتجي امبارح كان معانا لقاء للاستاذ خالد مرتجي. صحيح. على شاشه قناه الاهلي، والحمد لله اللقاء ده في كل الاهلاويه خدوه لانه كان في رسائل مباشره وهي اجتهد واعمل عشان تشوف شغلك كويس علشان في الاخر هو ده ردنا، ما قدامكش حاجه او هو ده ردنا. صح، برافو عليك يا كابتن، هو ده ردنا. ايضا تقريبا ما قاله النائب محمد الجرحي عن هذا الامر انه لانه قال بخصوص، هو طبعا كاتب كلام كتير جدا برضه يا كابتن هاني بخصوص رسائلكم عن هجوم صليط اللسان على شخصي وعلى المهندس خالد مرتجي، ما اسهل البذاءه والتجاوز في حق الغير، ولكننا ابدا لا نتدنى الى هذا المستوى والاسلوب ودائما نرد بالعمل والنجاح، وهي نفس الفكره الحقيقه. يعني نفس الفكره، ويعني بيتكلم من منطلق ما نفس الفكره ليه؟ لان النادي الاهلي وكل مسؤول في النادي الاهلي بيشتغل تحت خط واحد وتحت مبادئ واحده ثابته. يعني المهندس خالد مرتجي قال نفس الكلام، احنا بنشتغل والرد بيكون بنجاحاتنا وبشغلنا. كابتن سيد عبد الحفيظ قال الرد في الملعب، اللعيبه بترد في الملعب. وعايز اتكلم في النقطه دي كمان علشان
لو في حتى فترات ما فيهاش نجاح طبيعي، ده شيء طبيعي يعني، لا يعني ما بيدلش ان احنا ماشيين غلط او لا، ده شيء طبيعي يعني. كمان على مستوى طبعا سياده النائب محمد الجرح قال ان احنا حققنا السوبر المصري، نتصدر بطوله الدوري، وصلنا لنهائي كاس مصر، النهارده بنلعب او ان شاء الله يوم الاربعاء هنلعب نصف نهائي كاس العالم للانديه. اتكلم ان احنا بنواصل تشريف مصر، ودي خطوط عريضه بقى يعني، كل دوت وانا بتكلم فيه خطوط عريضه، خط عريض. نواصل تشريف مصر والكره المصريه للسنه الثالثه على التوالي في كاس العالم للانديه. خطوط عريضه تحت اللي جاي، نحن لا نهين لاعبينا ولا ندعي عليهم تعاطي المخدرات، بل نحترمهم ونكرمهم على انجازاتهم، ولا نهين ولا نقيل المدير الفني خميس وجمعه ما بين قوسين خميس وجمعه، بل نحترم مدربنا ونقدره ونلبي طلباته، ولا نهين رموزنا. خطوط عريضه تحت دي، بل نمنحهم دائما التكريم الذي يستحقونه ونقدرهم ونحترم تاريخهم. خطوط عريضه، خلي بالك يا كابتن اسلام، يعني كل دوت خطوط عريضه، نقطه كبيره جدا تشريف مصر والكره المصريه، ده النادي الاهلي حقيقي. احترام رموزنا، ده النادي الاهلي. احترام مدربينا، ده النادي الاهلي. احترام لاعبينا، ولا ندعي ما هو خارج نطاق الرياضه على لاعبينا، بل بنكرمهم وبنسندهم وبنساعدهم وبنقدرهم. ده كمان خطوط عريضه يعني. كل الرسائل اللي جايه اذا كانت من المهندس خالد مرتجي او من النائب محمد الجرحي، اعتقد كلها رسائل واضحه جدا 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 بشكل كبير. وبيكمل رسائله النائب محمد الجرحي، نحترم ونتحمل مسؤولياتنا تجاه النشء. ده حاجه يعني الحقيقه، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي منذ 1907 وحتى الان. كل رؤساء النادي الاهلي وكل اعضاء مجلس ادارته بيتكلموا بنفس اللغه وبنفس الاسلوب وبنفس الاحترام وبنفس الاخلاق وبنفس المبادئ. النائب محمد الجرح بيقول بنحترم اتجاه النشء والجيل الذي يشاهدنا ويشجع النادي الاهلي، ونقدم له القدوه والمثل. في برضه خط عريض طبعا، والمثل طبعا ده خط عريض. كما اننا تصدقنا بجزء من عرضنا ضريبة للعمل العام من أجل النادي الأهلي ومن أجل بلدنا، ولكن ألا يرى المسؤولين أن تجاوزاته أصبحت مسيئة لسمعة مصر في الخارج وأمام العالم، في الوقت الذي يكون الأهلي فيه سفيرا لمصر ويرفع اسمها عاليا في المحافل الدولية؟ إلى متى؟ وهي بالتالي سؤال هام جدا، إلى متى سيظل هذا الأمر بهذا الشكل؟ هو كمان يعني رسالة واضحة وصريحة، الراجل بيتكلم على ما يقدمه او مبادئ النادي الاهلي في خلال تعاملاته على جميع المستويات، وكمان على مستوى القدوه والمثل. انت بتدي للولاد يعني، حتى خلينا نتكلم الولاد الموجودين في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، الولاد اللي بيشجعوا اللي خارج الجماهير، الولاد الصغيرين اللي بيشجعوا النادي الاهلي، بتديهم المثل ايه؟ هو ده المثل اللي بيديه النادي الاهلي. عندنا قيم وعندنا اخلاق وعندنا بطولات وعندنا كل حاجه. فده جزء. والجزء الاخر المهم جدا، السؤال اللي اتطرح يا كابتن اسلام، الى متى؟ الى متى؟ يعني ده السؤال اعتقد كثير من المصريين يتساءلون، الى متى ينتهي هذا يعني هذا الشكل السيء اللي احنا بنشوفه؟ لان سمعتنا وسمعتنا على فكره ما فيش مانع ان انا زي ما قلت، وانا دايما انا بارحب بهذا على فكره، ما بكرهش، انا بحب يعني ان احنا اسماء المناقشه اللي ما بين الانديه الكبيره دي، التحفيل الظريف، التحفيل اللطيف، الحاجه اللي هو حضرتك هتطلع تقول لي كلمتين وانا مش حضرتك يعني، لكن اقصد الجانب الاخر يطلع يقول كلمتين لطافه، انا اطلع ارد عليه، هو يطلع يقول لي كذا، انا اطلع اقول له كذا، الحاجات اللطيفه اللي برضو اسمها ايه؟ اسمها ان احنا بنتكلم مع الكبار، الكبار بيتكلموا مع بعض، لكن ان نصل على راي النائب محمد الجرحي وهو بيتكلم، قال لك يعني لن نتدنى لهذا الاسلوب ولن نصل الى هذا الاسلوب، وهي حقيقه. وبالفعل عمرنا وعمركم حضراتكم وانتم قاعدين بتتفرجوا على قناه الاهلي، عمركم ما هتلاقوا كابتن هاني في برنامجه او كابتن فلان في برنامجه او كابتن اي حد هنا في قناه النادي الاهلي بيتجاوز، لان احنا نعلم تماما ان هناك عدد كبير من محبين النادي الاهلي وغير محبين النادي الاهلي بيتفرجوا على هذه الشاشه، وبالتالي بنحاول ان احنا دائما نلتزم باخلاق ومبادئ النادي الاهلي يا كابتن هاني. ده حقيقه، دي حقيقه. في الوقت ده كمان اللي بتكلم عليه، في وقت صعب على وقت السوشيال ميديا والضغوط وهرجع للسنتين اللي فاتوا، دايما قبل ما نخش في اخبار فريقنا
نعم. نتكلم بقى بفرح شويه للمباراه اللي جايه، لكن يبقى النادي الاهلي خلال حتى السنوات اللي فاتوا الضغط اللي كان على مجلس اداره النادي الاهلي، وان الناس لازم ترد بنفس الاسلوب، وهو ده اسلوب القوه. اعتقاد الشخصي النادي الاهلي دلوقتي كمان بيقدم دليل واضح، وصدقوني وانا بتابع بعض كده الكومنتس اللي بتيجي، الناس بتقول اه النادي الاهلي كان فعلا عنده حق، النادي الاهلي عنده حق ان هو لا يرد الإساءة، ولكن بالإساءة ولا بيردها بالعمل وبالنجاحات وبالإخلاص، لأن هو ده اللي باقي، هو ده الحاجة اللي باقية، كل حاجة تانية إلى مزبلة التاريخ زي ما بيقولوا، كل ده لا يذكر فيما قادم، ويذكر بس النجاحات، ويذكر بس هذه الصورة المشرفة اللي بيقدمها النادي الأهلي للكرة المصرية والعربية والأفريقية من خلال نجاحاته، من خلال تعاملاته، من خلال جماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه.